نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا اليومية لبطولة الكويت المفتوحة للبلياردو. احنا اليوم في مركز شباب العاضية، واليوم اليوم الأول لمنافسات ستيج 2 والمستوى الثاني. خلكم معنا نشوف منافسات البطولة. في اليوم الأول لبدء منافسات المستوى الثاني لبطولة الكويت المفتوحة للبلياردو، حيث اتسمت المواجهات بالندية والإثارة. ضمن منافسات المجموعة الخامسة، تغلب الأمريكي فان بوينغ على الكويتي صالح محمد في المواجهة الأولى، وفي المباراة الثانية فاز الأمريكي مايك على اللاعب الكويتي خالد سياف، وفي المواجهة الثالثة انتصر الأوكراني أرتيم على اليوناني ميركس، وفي المواجهة الرابعة فاز اللاعب السنغافوري ياب على اللاعب البريطاني داريل. وفي المجموعة السادسة فاز البريطاني جيسون على الفلبيني ريموند، وفي اللعبة الثانية تغلب اللاعب مشاري بوحيمد على اللاعب عبدالله الشيحة، وفي اللعبة الثالثة فاز الألماني فيلر على اللاعب السعودي محمد المقيمز، وفي اللعبة الرابعة فاز الصيني تشانغ وونغ على اللاعب السيلاني علي سعيد. وفي المجموعة السابعة انتصر اللاعب الألماني رالف على اللاعب السعودي عبدالله الشمري، وفي اللعبة الثانية فاز اللاعب التشيكي روكي على اللاعب عمر الشاهين، وفي اللعبة الثالثة تغلب اللاعب السعودي عبد الرحيم العمار على اللاعب الباكستاني نديم، وفي اللعبة الرابعة انتصر اللاعب الفلبيني تشيفري على اللاعب النمساوي راد سولو، ليتأهل الفائزين إلى الدور الثاني من البطولة، ويلعب الخاسر تصفيات لخطف فرصة للتأهل. كابتن عبد الله فلاح من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، نقول لك نرحب فيك في هذه البطوله وبين اخوانك. اجواء الستيج 2 بشكل عام نشوفها كلها توتر. اول شيء الله يطول لي بعمرك وبعمر اهل الكويت، وانتم اهل الكرم وضيافه. الامانه احسنتوا في ضيافتنا وفاجبنا. اما بخصوص بطوله الكويت اوبن ستيج 2 بالتحديد، يعني الامانه من احلى من اقوى بطولات العالم من حيث اللعيبه، بكل ابطال العالم مشاركين فيها تقريبا. الجوائز أعلى جوائز موجودة في الـ WBA، موقع الاتحاد الدولي للبطولات الخارجية والعالمية، أقوى بطولة من حيث التصنيف العالمي. يعني هذه البطولة عليها نقاط كبيرة جدا. للأمانة ما شاء الله تبارك الله، يعني الكويت غنية، ما نحتاج نمدح ولا نحتاج نشيد ولا نقول. أنت ما شاء الله شوف التنظيم، وشوف كل شخص عارف مبارياته، السكور كله موجود، مدرج مليان ما شاء الله، جمهور. يعني للأمانة احنا محسودين للأمانة أنه عندنا بطولة كذا في الشرق الأوسط كبيرة. وأنا للأمانة اعتمان على اللعيبة العرب بشكل عام اللي ما شارك، اللي طوف فرصة عمر، بالذات اللعيبة اللي يمارسون البلياردو. هذه فرصة ذهبية لكل هاوي بلياردو موجود في الوطن العربي. عندنا بطولة عالم ناين بول في قطر، عندنا بطولة كويت أوبن، يعني هذا اللي أقدر أقول يعني. وإن شاء الله أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، وإن شاء الله يوصلوا النهائيات
في البطولة إن شاء الله. اليوم نتكلم عن مشاركة يعني عدد كبير من لاعبين المنتخب السعودي للبلياردو، شوف اليوم يعني في الستيج 2 يعني مصنفين آخرين كانوا موجودين، ففرصهم شلون تشوفها وسط الخبرات اللي موجودة والمحترفين؟ يعني للأمانة أنت أبغى أبدأ من حيث انتهيت، أنت قلت المحترفين، يعني هذا اللاعبين المشاركين محترفين، يعني هذا لسه جاي قبل أسبوع من بطولة، قبلها بأسبوعين كان في بطولة في تشاينا، قبلها بأسبوعين كان في يوس أوبن، يعني حياته هذه البلياردو. يعني بالأمانة لعيبتنا احنا كالمنتخب السعودي أو المنتخب الكويتي أيضا أو المنتخب الإماراتي، العرب بشكل عام مرتبط في عمل يعني يدوب إنه يطلع في 3-4 بطولات في السنة، لكن مع هذا قاعدين نحقق نتائج. يعني لسه أخونا عبد الله الشمري واصل دور 8 اليوس أوبن، لسه أخونا عمر الشيم الكويت واصل دور 16 بطولة العالم في قطر، هو ما هم محترفين، لسه عندنا إنجازات كبيرة يعني موجودة في العرب، وإن شاء الله أنا متفائلين خير إن شاء الله، بالذات بطولة ثانية جتنا في منطقة الخليج تحديدا، يعني أكيد إنه الآن اللاعب العربي راح يكون مرسته أقوى. أنت لما يكون عندك جدول زمني مرتبط في بطولات عالم قطر، برضو بطولة عالم ثانية في الكويت، هذا شيء حلو بالنسبة لنا. أما بالنسبة للحظوظ فأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن إحنا ما نكون طمعين نقول بناخذها ولا، لكن إن شاء الله نحقق نتائج كبيرة ونوصل أدوار نهائية كمبدئيا يعني، لكن إن شاء الله مع السنوات الجاية إن شاء الله نشوف بطل عالم عربي بإذن الله. كابتن وليد الماجد الله يعطيك العافية، أحد لاعبين منتخب قطر للمحترفين البلياردو، ما شاء الله يعني بعد البطولة في قطر شاركت في كويت أوبن، أجواء البطولتين معك؟ والله هي هم اثنيناتهم بطولة حق محترفين، وهذا صراحة مكسب حق كل اللعيبة الخليجيين إن شاء الله، وبالذات كانت بطولة قطر كانت أكبر تجهيز حق هالبطولة، لأن ما شاء الله اللعيبة الخليجيين سووا نتائج زينة، إن شاء الله نحاول نسوي بهالبطولة بعد نتائج. منتخب القطري أو اللاعبين القطريين كم لاعب مشارك معنا في هالبطولة؟ 3 لاعبين إن شاء الله، اللي هم عبد اللطيف الفوال وعلي المري وأنا. شلون تجهيزاتكم ما قبل البطولة؟ البطولة هذه فيها أسماء حتى بطل العالم اللي آخر نسخة موجود ألبن أوشن. والله كانت تجهيزاتنا زينة، معسكر في قطر، وإن شاء الله نحاول أن نثبت وجودنا بين المحترفين، والله يكتب لي فيه الخير لنا ولجميع اللاعبين الخليجيين إن شاء الله. بإذن الله كل فريق أو كل منتخب أو كل لاعب حاط له تارجت معين لتطور المستوى، هل أنت حاط أنك يعني في هالبطولة مشاركتك أقل شيء توصل لمكان معين؟ أكيد كل لاعب خليجي يفكر إذا شارك بطولة عالم يجيب إنجاز أقوى من اللي قبله، إن شاء الله نحاول إحنا نجيب نتائج زينة إن شاء الله هالسنة. في تكتيك معين لك كابتن وليد في اللعب شيء، لأن اللاعبين الأجانب ممكن يقول لك إنه أخلي الكسرة كذا أسوي كذا الكور تكون كذا، يعني عنده تكتيك معين ثابت يقدر يفوز فيه؟ والله هو التكتيك كله على الكسرة، متى ما توفقت بالكسرة كل شيء راح يكون إيزي إن شاء الله. ونرجع يعني القوانين كل فترة أو كل سنتين 3 سنين قوانين البلياردو تصير أصعب أكثر، هذا يأثر عليكم كلاعبين؟ لا، إذا أنت كنت ممارس يعني بشكل طبيعي ودائم بالبطولات ما في شيء صعب عليك إن شاء الله، الله يكتب لي فيه الخير. أشوفك شوي متوتر شاد الأعصاب ستيج 2. لا والله عادي الوضع، بس لأني يمكن توني واصل، إن شاء الله نقدم الأحسن إن شاء الله. خصمك القادم منه؟ روب هارت من أمريكا. جاهز الروب؟ بإذن الله. نقول له خسران من الحين؟ والله الله يكتب لي فيه الخير، ما أقدر أقول لك النتيجة من الحين.
كابتن مشعل المرضي لاعب منتخب الكويت يشوفك اليوم حاضر وبقوة لمنافسات ستيج 2، مبكر حدا موجود ما شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على المقابلة الحلوة وأشكر تلفزيون الكويت اهتمامه حق البطولة. والله أنا جاي مبكر تقريبا قبل لعبتي بساعة ونص تقريبا، على أساس بس أدش الأجواء إن شاء الله أكون قاعد على أخذ على الجو بإذن الله قبل لعبتي، وعسى الله يوفقنا إن شاء الله. حتى أنت ما شاء الله من كثر اهتمامك للبطولة واللعب ما شاء الله كنت أحد المنظمين المؤسسين لهذه البطولة في منذ ستيج 1، يعني أنت موجود معنا ما شاء الله. أول شيء أنا مو منظم يعني الحمد لله لاعب، بس كنت أساعد الشباب، أساعد اللجنة التنظيمية، لأن أول مرة يصير هالحدث عندنا بالكويت والواحد فرحان وسعيد، وعلى قولتهم يبي يشارك بأي شيء إنه بس نحاول نقوم البطولة. اليوم نشوفك ما شاء الله يعني مستعد في الكيوات والتمرين ما شاء الله، تمرين خاص لخصمك القادم، نعرف من هو؟ الحمد لله أنا يعني مستعد إن شاء الله، متمرن تقريبا صار لي أكثر من شهر قاعد أتمرن. خصمي الجاي اسمه جون تشوالا فلبيني، يعتبر من المحترفين 16 الاوائل على العالم، وهو لاعب قوي يعني وماخذ بطولات من قبل، بس باذن الله اني اكون جاهز باذن الله. شوف ما شاء الله سوي دراسه عامه عن اللاعب قبل لا تلعب وياه. لا والله مو دراسه الحمد لله، بس ان احنا على قولتهم لاعبين البلياردو كلنا عارفين بعض، وكل واحد يدري شنو انجازاته وشنو اللي عنده، وان شاء الله راح نفوز باذن الله. تأقلمت على الضغط لأول يوم، شوف الضغط يعني لابد منه، ولكن اللاعب ساعات يكون صديق الضغط يتأقلم معه. أكيد طبعا هو الضغط أكيد موجود، بالذات أن احنا الحين يعني أول مرة نعيش الأجواء أن بطولة عالم عندنا بالكويت، بس بإذن الله أن احنا قدها وإن شاء الله نكون احنا متعودين على الضغط والحمد لله. بإذن الله كلمة تقدمها للأبطال الكويت أو الخليج المشاركة في هذه البطولة؟ والله أنا اللي أقدر أقوله أن عسى الله يوفق جميع العرب، وإن شاء الله بإذن الله راح نشوف واحد بالأدوار النهائية بإذن الله، وإن شاء الله أكثر إن شاء الله. كل التوفيق لكم، الله يعطيكم العافية. حبيبي يعطيك العافية ما قصر. كابتن رائد الزيد الله يعطيك العافيه، اليوم اول منافسات ستيج 2 ونشوفكم ما شاء الله رئيس لجنه الحكام وشوفك مشرف وجاهز لهذه البطوله. الله يعطيكم العافيه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا اول شيء قبل لا اجاوبك على السؤال اخوي احمد، حبيت اوجه تحيه الى سعاده الشيخ احمد المنصور، والشكر موصول لمدير اداره الرياضه للجميع الاخ حامد الهزيم، وتحيه الى سعاده الشيخ فهد الجابر العلي رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية على جهودهم ورعايتهم ودعمهم لا محدود لإنجاح هذه البطولة، والشكر طبعا الموصول إلى الأخ الكريم محمد الخشاوي اللي هو راعي البطولة. والله شوف الحمد لله الحمد لله، احنا يعني استعداداتنا من قبل من ستيج 1 احنا اصلا مستعدين حق ستيج 2. يعني ستيج 2 انا شرحت لك اخ احمد ان تصفيات، ستيج 2 انتقلنا للمرحله الثانيه، هذا المراحل النهائيه. يعني الحمد لله يعني الامور ماشيه، انت قدامك قاعد طالع يعني اشوف ابطال العالم كلهم لاعبين، استعدادات الحكام، استعدادات اللجان الباقيه، لجنه العلاقات العامه، الحمد لله الامور ماشيه. شوف اليوم كحكام او الحكام اللي متواجدين معنا اليوم 9 ألعاب أو 9 أو 16 طاوله في اليوم كلعب، وكل حكم على طاولة، هذا يشكل نوع من الضغط على الحكام إنه ما يعني ما يرتاحون في هالبطولة. نعم هو شوف أنا ما أقول لك إنه ما في ضغط، بس إنه إذا كل حكم على طاولة تكون أريح حق الحكم، يعني وايد يكون مرتاح وخلاص تركيزه على طاولة واحدة.
16 طاوله هي معروفه النوعيات، كل اللعبات لازم تلعبين. احنا راح بلشنا من 10 الصبح لغايه 10 بالليل راح تصير. واجهتوا احتجاجات على قوانين على شيء من الحين، خاصه في المؤتمر الصحفي اللي صار امس كان في نوع من القوانين انه يقول لك اقدر المس الكوره ما اقدر المسها، ان ستيج 2 تغير القوانين؟ لا طبعا، شوف اللجنه الفنيه امس بالبلاير ميتنج بلغوا لهم اللاعبين اساسا ابطال عالم، هم عارفين القوانين وحافظينها، يمكن اكثر منا حافظين القوانين، عرفت؟ فعاد هو بلغهم، هو مو احتجاج، هم كاراء بس، يعني ياخذ رايه مثل شيء، اللاعبين ابطال عالم يعني نستفيد من رايه بالعكس. وبالاجتماع اللجنه الفنيه يوضح كل شيء عشان لما يجي هنا يلعب اللاعب خلاص عارف، ما يعني من كذي راح تقل الاحتجاجات اللي قاعد تشوفها، والحمد لله ما جت لنا احتجاجات بسبب ان اللاعبين فاهمين هم شو قاعد يسوون. نصيحه تقدمها حق المشاركين العرب في هذه البطوله بصفتك رئيس لجنه حكام، وتشوف الاخطاء اللي يقعون فيها اكثر يعني المحترفين والابطال؟ والله انا اتمنى اول شيء اتمنى ان نشوف ابطالنا العرب بالنهائيات بالمراحل المتقدمه، هذا اول شيء اتمنى من كل قلبي، ان شاء الله الله يوفقهم. الشيء الثاني يعني هم اصحاب خبره، يعني عارفين هم جايين على نهائيات، كل واحد جاهز وعارف وضعه، مشاركين اكثر من بطوله، بطولات الخليج، العرب، اسيا، بطولات العالم. الحين هذه بطوله تمثلها بطوله عالم، نفسهم لاعبين ابطال العالم جايين مشاركين فيها. يعني النصيحه لي الله يوفقهم بس، ما مو من نصيحه. صارت النصيحه دعاء ما شاء الله. وانا ما شاء الله بعد كثرت بالتحيات، والله يستاهلون يعني الشباب، ما قصروا ويانا نجاح هذه البطوله. بس اتمنى من الجمهور، يعني انت شايف الحين الجمهور قليل، ان فتره الصبح ان شاء الله العصر راح تشوف الجمهور هذه الصاله كلها متروسه حق الشباب. التوفيق لكم والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، الله يسلمك. بعد ما شفنا منافسات اليوم الثاني الحماسية وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم بعد في حلقة جديدة، مع السلامة.